تأكد الجميع سكوته وبدأت اللامبالاة على وجهه، ولكن الأهلي يمرض ولا يموت. عاد ثم حارب ثم انتصر في النهاية، أكثر من 70 مليون مشجع أهلي، ومشوار أصعب بطولة أفريقية وأفضل كامباك للنادي في تاريخ البطولة. اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي سبورتس تاتش في كل مكان، تحياتي لحضراتكم في حلقه جديده من برنامجنا. اقل كلمات اقدر اوصف بيها زعيم القاره ونادي القرن الافريقي هو النادي الاهلي المصري، فخر الكره المصريه اللي قدر يحقق اللقب المفضل عنده هو وجماهيره، وهو لقب دوري ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخه. ألف مبروك للنادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارته، وألف مبروك لعشاق وجماهير النادي الأهلي. لازم تبقى عارف إن أي بطولة قدمها النادي الأهلي هي بطولة تاريخية بكل المقاييس، علشان زي ما قلنا في البداية ظن الجميع سقوط النادي الأهلي من دوري المجموعات، لكن للأسف في الناس اللي متعرفوش، أفضل كامباك لنادي في تاريخ البطولة من حيث الأداء والنتائج. والهدف الأول للنادي الأهلي 1-0 بيرسي تاو. هبدأ معاكم النهاردة بفيلم وثائقي لمشوار النادي الأهلي في بطولة أفريقيا 2023 اللي قدر يحققها النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي من قلب المغرب نفسها، وخاصة استاد مركب محمد الخامس. من البداية هبدأ معاكم من موسم 2022، وكان موسم كارثي للنادي الأهلي رغم وصوله لنهائي أفريقيا العام الماضي أمام الوداد المغربي، ولكن قدر يحصد الوداد المغربي البطولة. حد فيكم بيسألني دلوقتي طبعا انت جايب لنا ليه من الموسم الماضي؟ انا بس عايز اذكر حضرتك بان النادي الاهلي الموسم الماضي من لا شيء قدر يحصل الموسم دوت على كل شيء. طبعا البداية كانت الموسم الماضي الخسارة من الوداد المغربي بنتيجة 2-0. بعدها توترت العلاقة ما بين بيت سمسوماني وإدارة النادي الأهلي، وقدروا إن هم يفسخوا العقد بالتراضي. طبعا ترتب على ذلك خسارة النادي الأهلي جميع البطولات، وخاصة كمان الدوري المصري اللي انتهى والنادي الأهلي في المركز الثالث. النادي الأهلي علي معلول وصل. طلب بعض الجماهير بالاستغناء عن بعض اللاعبين بسبب تذبذب مستواهم. هنعمل ايه بعد كده يا مكان؟ هنعمل ايه تاني؟ هنتخب بالملايين؟ مش حاجة الفرقة. ولكن هذه اللعيبة حصلت على بطولتين أفريقيا على التوالي، وحصلت على 2 برونزية كأس العالم على التوالي. وهكذا هي الكورة يوما تساء ويوما تصر. 84 الهدف. ولكن مجرد أن مستواهم تذبذب في البطولة الثالثة اللي كان وصل فيها النادي الأهلي لنهائي أفريقيا، طالب الجماهير بالاستغناء عن تقريبا 10 لاعبين، وده طبعا الفريق كله، واستحالة النادي الأهلي كان هيوافق على مطلب الجماهير. لكن إدارة النادي الأهلي أخذت بعض القرارات، وكان أهم قرار فيهم إنهم يكملوا الدوري المصري بالناشئين، ويبدأوا يريحوا لاعيبة النادي الأهلي أو الإسكواد الأساسي، يريح راحة سلبية تامة، وبالأخص الناس اللي كانت بتشارك في المواسم الماضية. ناسب اللعب بالناشئين أولاً، رايح بقى رايح الناس المراهقة قوي قبل ما تضيع منك تماماً. حتى جاء القرار من مجلس إدارة النادي الأهلي في نهاية الموسم بتولي المخضرم مارسيل كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي. مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. وبالفعل بيبدأ مارسيل كولر يتولى مسؤولية النادي الأهلي، وبدأنا نشعر ونحس بتغيير تام في بداية الموسم الجديد بسلسلة انتصارات للنادي الأهلي. كورة كريم فؤاد والتصويب والصد والهدف. وبيجي قرار بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والمخضرم مارسيل كولر ما كانش عامل حسابه على البطولة، لكن النادي الأهلي بيلعب 4 مباريات ومن ضمنهم مباراة ريال مدريد، ولكن المرة دي الأهلي ما قدرش يحقق أي مركز في البطولة. الجزاء. إلى أن جاء موعد البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي، وهي بطولة أفريقيا القارة السمراء. نادي القرن في القارة.
اللي وضعت فيها الكرة النادي الأهلي في مجموعة على ما أعتقد إنها ما كانتش محببة لدى جماهير النادي الأهلي لوجود نادي سان داونز. الأهلي المصري قصة سندريلا ميلودي سان داونز والأهلي. لكن ده ما يمنعش إن كان في بعض الجماهير تحلو لها هذه المجموعة لوجود سان داونز تحت شعار الأهلي كبير القارة السمراء ولا يهاب أحد. الكرة طبعا وقعت النادي الأهلي في مجموعة مكونة من سان داونز والهلال السوداني والفودن الكاميروني، وبدأت الجولة الأولى بعد عودة النادي الأهلي من كأس العالم للأندية، وتبدأ صافرة بداية دوري أبطال أفريقيا للمجموعات. يبدأ النادي الأهلي أولى مبارياته في المجموعة بهزيمة من الهلال السوداني 1-0 على أرض الأشيكو. إلى أن جاءت المباراة الأقوى مع فريق سان داونز في الجولة الثانية، اللي من وجهة نظري أقوى فريق في أفريقيا آخر 5 سنين تقريبا، وتنتهي المباراة ديت بالتعادل الإيجابي في القاهرة 2-2. كانت أسوأ البدايات للنادي الأهلي في دور المجموعات من سنين كتير. تتعدل الظروف شوية ويبدأ النادي الأهلي يستعيد توازنه بعد الفوز المريح على القطن الكاميروني في القاهرة بنتيجة 3-0. وبدأت الناس تقول إن اللي حصل في أول مباراتين ما هو إلا تخبط في الفريق وممكن يحصل لأي فريق تاني. تيجي مباراة سان داونز، المباراة الأصعب من حيث قوة الفريق والجو وتوقيت المباراة، وينشق جماهير النادي الأهلي لشقين، شق شايف إن الهزيمة اللي تعرض ليها النادي الأهلي قبل كده مش هتتكرر، وشق كان خايف من تذبذب مستوى الفريق رغم فوز النادي الاهلي في المباراه اللي قبلها على القطن الكاميروني 3-0. وقبل انطلاق المباراه نادي سان داونز بيعمل حفله كبيره جدا على ارض الملعب، وكمان بيفتح المدرجات مجانا للجماهير، وتنتهي المباراه بنتيجه 5-2 لصالح فريق سان داونز لتزيد من جراح النادي الاهلي وجماهيره. وبيتأزم وضع النادي الأهلي في المجموعة أشبه بالخروج من البطولة، كل المؤشرات بتقول خلاص إن النادي الأهلي خارج البطولة، خاصة إن فريق سان داونز ضمن الصعود كأول المجموعة وهيلعب مباراته القادمة مع الهلال السوداني، وطبعا هيلعب بدون أي مجهود لضمان صعود. بيفضل ترتيب النادي الأهلي في المركز التالي، ولكن زي ما قلنا كل المؤشرات بتقول إن النادي الأهلي خارج البطولة، وإن مباراتين الأهلي تحصيل حاصل مع القطن الكاميروني ومع الهلال السوداني، لأن الهلال يكفيه المكسب على سان داونز في السودان دون الحاجة إلى مباراة الأهلي في القاهرة. ورغم كل المؤشرات ورغم كل التوقعات، بيلعب النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني في الكاميرون على أمل إن تحصل مفاجأة تقلب الموازين، وبالبلد كده مرماش الفوطة ولعب باسم النادي الأهلي وباسم المبادئ وباسم المجهود، ولكل مجتهد نصيب. بالفعل بيحقق النادي الأهلي فوز كبير خارج أرضه وبيقشر عن أنيابه نتيجة 4-0 على القطن الكاميروني ليصل للنقطة 7، ولكن في المركز 3. لكن بتفضل العيون ساهرة منتظرة اكتمال المجهود والنصيب على أن تحدث المفاجأة في مباراة الهلال وسان داونز. وزي ما قلنا كل المؤشرات بتقول إن فنيا وبدنيا ومهاريا سان داونز يفوز مرتاح جدا على الهلال السوداني، لكن زي ما قلنا سان داونز ضامن الصعود، وزي ما بيقولوا في مصر عندنا كده الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. كان الباب دوت بالنسبه لسان داونز هو النادي الاهلي المصري، كان يهمه جدا انه يخرج من البطوله علشان طبعا ما يصطدمش بيه في الادوار الاقصائيه، وهو عارف مين النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه. وبدأت المباراة 90 دقيقة والكل شايف رعونة سان داونز وعدم اهتمامه بالفوز رغم تقدمه في الدقيقة 67 1-0. يا نادي سان داونز ما ميلودي سان داونز تدخل الفرحة والسرور قلوب جماهير النادي الأهلي، إلى أن جاء الهدف من خطأ ساذج جدا من حارس المرمى وتصبح النتيجة 1-1. الهلال عاد الهلال عاد الهلال
وبنوصل للدقيقة 90 وجمهور الأهلي على أعصاب من حديد وبيشعر إن الأمل ما بين دقائق، لكن صافرة حكم المباراة كانت القاضية لجماهير النادي الأهلي باحتساب ضربة جزاء في الدقيقة 90 لصالح الهلال السوداني، وكل الأمال لدى جماهير النادي الأهلي أطفأت توهج. ويشار القدر أن اللاعب أطهر الطاهر لاعب فريق الهلال يسدد الكرة ضعيفة جدا، ما بيترددش حارس مرمى سان داونز أن يمسكها علشان ما تظهرش الرعونة أكتر من كده. كرة أطهر الطاهر للهلال والقدر بينسف النادي الأهلي، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن المباراة تنتهي بالتعادل علشان خاطر يكافئ بيها النادي الأهلي اللي بالبلد كده مرماش الفوطة في مباراة القدم الكاميروني، وزي ما يكون ربنا بيكافئه بالمباراة دي. يتمسك بالأمل والمبادئ والفوز حتى لو هو خارج البطولة، وقال هعمل اللي عليا والباقي على ربنا، وبترجع فرصة النادي الأهلي للصعود ولكن بإيده، ولكن مش بإيد حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى، ثم الفوز على الهلال في القاهرة فقط. وإحنا عارفين طالما الأهلي بيملك مصيره بإيده يبقى يستحيل يخزل جماهيره. قدمت ملحمة تاريخية في استاد القاهرة، وكانت اللاعب رقم 12 الأهلي المصري سلطان إفريقيا والهلال السوداني زعيم الكرة السوداني، وقدر النادي الأهلي بيحسم هذه المباراة مع الهلال السوداني بنتيجة 3-0. طبعا بيصعد النادي الاهلي كوصيف المجموعة زي ما تعودنا، وخدها مني قاعدة كده، النادي الاهلي اذا صعد لادوار الاقصائية يتخاف مني حتى لو كان اداؤه ضعيف في المجموعة، الاهلي هيبهرك في الادوار الاقصائية. يبدأ دور ربع النهائي والقرعة توقع النادي الاهلي امام فريق الرجاء المغربي وصاحب اقوى خط هجوم في دور المجموعات، وتبدا مباراه الذهاب اللي كانت مقامه على استاد القاهره، ونفس الملحمه ونفس الشغف من الجماهير السلطان سيد بيت، ونفس الروح القتاليه من لاعبين النادي الاهلي. بيفوز النادي الاهلي على فريق الرجاء المغربي بنتيجه 2-0. يحب يعدي دار الكازا تولو بالراس، تفاصيل خطيرة للثاني، خطيرة للثاني والثاني. وبعد النقاط بعد المباراة قالوا خد بالك انت هتلاعب اقوى فريق او اقوى خط هجوم على ارض، وكان في رد من بعض الاعلاميين في النادي الاهلي وقالوا احنا الاهلي ما بنعتمدش اسامي. وبالفعل بتبدأ مباراة العودة وتنتهي كما بدأت، 180 دقيقة بيفشل فيها الفريق المغربي صاحب اقوى خط هجوم على ارضه من هز شباك النادي الاهلي. تسويب تسويب، وده دليل على كلامي ان النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه يتخاف منه فعلا، وبيتاهل النادي الاهلي لمواجهه الترجي التونسي في نصف نهائي البطوله. وزي ما قلنا قبل كده وزي دايما ما بنقول مقولتنا الشهيره لينا فرادس حكايات، بيقدم النادي الاهلي واحده من افضل مبارياته وبيفوز على الترجي التونسي بنتيجه 3-0 في عقر دور، ويضع قدم ونصف في النهائي لانه يعتبر انهى الامور اكلينيكيا في تونس، ويبقى استمرار لسلسله فوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0، ودي النتيجه المحببه لمارسيل كولر. تيجي مباراه الاياب والنادي الاهلي متسلح بالجمهور وعامل الارض، ونتيجه الذهاب في رادس 3-0، بيجدد فوزه على نادي الترجي التونسي بنتيجه 1-0، ويكرس عقده الانديه التونسيه بالتحديد امام النادي الاهلي. مش بس كده، ده بقى عقده فرق شمال افريقيا عموما في مواجهه النادي الاهلي تحديدا، وده اللي هنشوفه في النهائي. نادي الاهلي في النهائي للمرة الرابعة على التوالي، بل يفعلها تاني مرة، اربع مرات على التوالي، مرة مع مانويل جوزيه ومرة مع المخضرم مارسيل كولر. وحانت لحظة المباراة النهائية تحديدا مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، وتحت انظار 50,000 متفرج في استاد القاهرة و100 مليون مصري خلف الشاشات، والناس كلها بتقول يا رب، الناس كلها بتقول ان لازم النادي الاهلي يعمل نتيجة ايجابية بفارق الاهداف علشان ما نحطش نفسنا
تحت ضغط في مباراة الإياب في المغرب. تخيل كده قبل الماتش بيصاب الحارس الأساسي عندك اللي هو محمد الشناوي، وبيصاب برضو علي لطفي اللي هو الحارس الثاني، ويبقى مفيش قدام منك في المباراة النهائية غير الناشئ مصطفى شوبير. لكن مصطفى شوبير صغير في السن ولكنه كثير العطاء والشخصية، يعني تقدر تقول كده سابق سن. جماهير النادي الأهلي كانت واثقة جدا ان مصطفى شوبير هيعمل مباراة عمره وهيبقى سبب من أسباب فوز النادي الأهلي، وده طبعا بيرجع لأسباب كتير جدا، أهمها اشتراك مصطفى شوبير في كام مباراة في الدوري المصري قبل مباراة الذهاب في النهائي. شفنا فعلا قد ايه مصطفى شوبير كان متألق قبل مباراة النهائي في كام مباراة في الدوري المصري. نقول ايه بقى؟ ابن الوز عوام حمرة الوداد شوبير، شوبير جاب راجل وحارس عملاق. وبتبدأ المباراة وسط سيطرة من النادي الاهلي على مجريات الشوط الاول. وطبعا عارفين طبع فرق شمال افريقيا والوقوع بدون سبب وتضييع الوقت، وكان من وجهة نظري اللي بيساعدهم في كده حكم المباراة اللي برضو من وجهة نظري كان ضعيف الشخصية ولا يصلح لمباراة زي دي في نهائي ابطال افريقيا. الله وجمهور والأهلي يضغط على الليل. مر دقايق وتيجي لحظة الانفجار تحديدا في الدقيقة الأولى من الوقت الضايع في الشوط الأول. بيتوغل حسين الشحات ويعمل عرضية بالمقاس للمتألق بيرسي تاو لينفجر استاد القاهرة جماهيريا. 1-0 طنطاو، 1-0 للنادي الأهلي العريض. هدف من وجهة نظري مثالي جدا للنادي الاهلي، لان هيخليه يلعب بإراحية اكتر الشوط الثاني، وده هيسبب ارتباك لفريق الوداد المغربي. يبدأ الشوط الثاني وبنفس السيناريو يضغط النادي الاهلي على مجريات الشوط الثاني في كل حتة في الملعب لحد الدقيقة 59. بتيجي كرة طويلة من محمد هاني للمراوغ والمتألق حسين الشحات اللي من وجهة نظري واحد من نجوم البطولة، مستر اسيست. اللي بيعمل عرضية لمحمود كهربا بيسجل فيها الهدف الثاني للنادي الأهلي. والفرصة والحارس والدفاع والهدف الثاني، الهدف الثاني كهربا شعلها الهتافات والصيحات من جمهور النادي الأهلي وفرحة من بعدها فرحة. وإحنا شايفين البطولة الـ11 بقت قريبة من أي وقت، ويضغط النادي الأهلي في محاولة لتسجيل الهدف الثالث يقتل بيه المباراة ويخلينا رايحين المغرب متحررين من كل الضغوطات. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي به السفن. في الدقيقة 86 دربكة دفاعية في النادي الأهلي بيصدر عنها الهدف الأول لفريق الوداد المغربي. الوداد 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 هدف أربك كل الحسابات طبعا، لأن بالنتيجة دي الوداد المغربي مش محتاج أكتر من هدف وحيد مقابل لا شيء علشان يفوز بالبطولة في قلب المغرب. لكن طبعا هما كانوا مفكرين ان اللقاء هيبقى سهل بالنسبة لهم، وناسين جدا ان هما بيلعبوا زعيم القارة السمراء. بعد ما بيخلص اللقاء بنشوف بعض التصريحات من بعض المسؤولين في الوداد المغربي ان الهدف ده بمثابة البطولة. بس عجبني جدا تصريح مارسيل كولر اللي قال ان الضغط الحقيقي هيبقى على فريق الوداد المغربي، لان احنا بالبلد كده رايحين فايزين، هما اللي مطلوب منهم يسجلوا اهداف. والتصريح دوت فوقهم فعلا وخلاهم يعرفوا ان هما اللي محطوطين تحت ضغط مش النادي الاهلي. وبيجي يوم 11/6 مباراة العودة، مباراة الصقر ومباراة المتعة. كرة القدم دايما بتديلك فرصة للعودة، والنادي الاهلي رايح وعينه على اللقب من قلب كازابلانكا، وزي ما خسروا السنة اللي قبلها كان عندهم اصرار انهم يرجعوا بالكاس من قلب المغرب. وعلى فكرة كان ما بين وقت المباراتين الصحافة والاعلام المغربي كان بيحاول يصدر القلق والخوف للاعبي النادي الاهلي، ولكن على مين؟ ده احنا الشياطين. العودة والنادي الاهلي متسلح بفوزه في القاهرة، والوداد المغربي متسلح بعامل الارض والجمهور والحكم بملاك تسيمة. عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافأة. تبدأ المباراة وضغط من نادي الوداد المغربي اللي كان عايز يسجل هدف مبكرا، ولكن الناس دي ناسة انها بتلاعب بطل القارة 10 مرات. الناس دي شكلها مش مذاكرة تاريخ تقريبا. المباراة كانت ماشية سجال ما بين الفريقين لحد الدقيقة 27 من فاول لفريق الوداد المغربي. الفاول من على حدود المنطقة بيسجل منه فريق الوداد الهدف الاول.
من بعد تسجيل الهدف شفنا جميع انواع الاستفزاز اللي في الدنيا. تبص الكره تطلع اوت، اللعيبه تدور على الكوره، تبص تلاقي لعيب يقع من غير اي سبب، وده المعتاد منهم. وكان بيساعد على كده برضو حكم المباراه اللي من وجهه نظري كان ضعيف الشخصيه في المباراه دي، ودي هتبقى اخر مباراه ليه في مسيرته التحكيميه في قرار غريب جدا من الاتحاد الافريقي. طريقتهم واحنا عارفينها طبعا، المهم ان هم قدروا يخرجوا النادي الاهلي الشوط الاول وهو خارج عن تركيزه. يبدأ الشوط الثاني، والشوط الثاني من وجهة نظري شوط تاريخي بكل المقاييس. كل السلبيات اللي شفتها الشوط الاول اللعيبه اتجنبتها الشوط الثاني، وده يبين لك ان اللي واقف على الخط مدرب صاحي وعارف ان لعيبته تقدر تصنع الفارق. شوط غير تماما، قدر النادي الاهلي يستحوذ على منتصف الملعب تماما. اللعيبه كمان بدأت تتعامل مع استفزاز لاعبي الوداد المغربي بهدوء تام. ده من اسباب عوده الروح والمستوى. الشوط الثاني شغل كبير جدا بيحسب لمارسيل كولر. يبدا النادي الاهلي في الضغط اكتر، وبيبدا مارسيل كولر بالتغييرات حتى الدقيقه 78. يجي ضربه ركنيه نتيجه عن ضغط النادي الاهلي بيقوم بتنفيذها اسرع ديليفري في مصر وافريقيا كلها، هو علي معلول. علي معلول اللي بيعمل عرضيه ولا اروع على القائم القريب اللي بيقابلها محمد عبد المنعم برأس ذهبية ليسجل فيها هدف التعادل للنادي الأهلي. علي معلول يوزع جول، جول أهلاوي. أحس إن محمد عبد المنعم كان بيحط الكرة بقلبه مش بدماغه. تحس إن فيلم عمرك ما تمل من مشاهدته حتى لو اتعاد مليون مرة. سيناريو علي معلول وإخراج محمد عبد المنعم. صمت تام في استاد مركب محمد الخامس، بل في المغرب كله. ومفيش صرخات غير جماهير النادي الاهلي وصرخات المحاربين داخل الملعب. بتستمر الدقايق وكل المؤشرات رايحه للبطوله رقم 11 للنادي الاهلي. واتقلبت الايه ولاعبين الوداد بقى مستعجلين وما بقاش في حد بيهم يقع، والكور كمان بدأت تطلع من تحت الأرض، كأنهم كانوا نايمين وبيحلموا حلم جميل وصحوا على كابوس مفزع. ولعها في النهاية النادي الأهلي بيحرز البطولة الأفريقية رقم 11 في تاريخه من قلب المغرب باستاد مركب محمد الخامس ومن نفس الخصم الوداد المغربي. ببساطة هم دول أولاد النادي الأهلي ورجالته، واستحالة كانوا يخسروا بنفس السيناريو من نفس الفريق الموسم الماضي. عيب عليك، ده احنا الاهلي برضه. اللقب الثالث في اخر 4 سنين والمشاركه الرابعه على التوالي في كاس العالم للانديه بامر الله. زي ما كان يوم 11/6/1976 شاهد على اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي، القدر بيكافئ النادي الاهلي بنفس التاريخ ولكن سنة 2023. من اعتاد الذهب لا ترديه المعادن رغم لمعانها. ذات افريقيا قولا وفعلا. الف مبروك للنادي الاهلي على البطولة التاريخية والسيناريو المجنون اللي عشناه مع النادي الاهلي. مهما اتكلمنا مش هنوفي رجالتنا حقهم. كل الشكر للجماهير اللي ساندت ودايما بتسند ودايما بتبقى وسط العتمة نقطة النور ونقطة التحول اللي بتنور فيها الطريق للنادي الاهلي. شكرا لمجلس ادارة النادي الاهلي، وشكرا مجلس الانجازات بقيادة الكابتن محمود الخطيب. واحنا طبعا لسه عندنا كتير، ومن دلوقتي بنطالب ال 12 يا اهلي. خلصت قصتنا وخلصت حدوتتنا، لكن حوادتنا لسه ما خلصتش. زي ما النادي الاهلي عنده كتير، احنا كمان لسه عندنا الكتير. انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده في برنامج سبورتس تاتش. كان معكم كابتن مصطفى. ولعها ولعها يا كهربا يا كهربا.